يسألني عضو مجلس النواب يا أخي وين الفلوس اللي قالوا جابوها لك لليمن من دول مجلس التعاون أثناء ما حضرت أنت يا رئيس الجمهورية في مؤتمر لندن؟ قلت لك ولا ريال. إحنا عندنا وجيه، عندنا وجيه ونستحي. عيب أنا أتصكى على أبوابهم، أنا عندي إبس، أنا عندي تاريخ اليمن، أنا بنيت تاريخ لليمن. عيب أتصكى على أبوابهم لو أكلنا وربطنا على حزمنا الحجارة. عيب، ما جاء كثر خيره. طلاب الناس عيب، اليمنيين هم كانوا أكرم الأقطار العربية، اليمنيين كانوا يعطون الآخرين، ولكن التحدي